بعد طول انتظار، صالح يحزم أمتعته المنزلية استعداداً لمغادرة مسكنه الهش في حي بئر بن عياد ببلدية عين مليلة، بعد استفادته من سكن اجتماعي لائق في إطار عملية إعادة إسكان 243 عائلة. أنا نحزم في الأمتعة نتاعنا باش نروحوا بربي إن شاء الله الأحياء نظيفة، حي صوالحية إن شاء الله. ونشكر سيدي الوالي بزاف بزاف على كل مجهودات هذه. احنا تمرمدنا هذه مدة عندها دوكا حوالي 10 سنين احنا تمرمدنا بزاف، ولكن اليوم الحمد لله. وفي ذات الصدد أشرف والي أم البواقي رفقة السلطات المحلية على عملية هدم وإزالة المباني الهشة نهائيا بكل من حي فرش الفوضوي وبئر بن عياد، وترحيل قاطنها لسكنات لائقة وسط إجراءات تنظيمية محكمة. والله قد انسان عندي 17 سنه وانا لهنا في القرابه هذا، واليوم الحمد لله هنا برب العالمين الحمد لله يا رب. وعايشين؟ والله عايشين مزيريه غلبه كبيره، والله صدقني غلبه كبيره. لا ماء لا غاز لا تريسيتي، ما جايبين كوابل من عند الجيران من ومن، صدقني معيشه زنكه. واليوم الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. شكرا. إذن تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد وزير السكن والعمران والمدينة، أشرفنا اليوم انطلاقا من مدينة عين مليلة على عملية إعادة إسكان وتهديم بيوت هشة أرهقت كاهل المواطن عين مليلة وخاصة بمنطقتي فرشي وبير بن عياد، إضافة إلى 4 مستفيدين تهدم مسكنهم وكانوا يقطنون بمدرسة ابتدائية. إذن بمجموع يقدر ب 243 سكن اجتماعي إيجاري اليوم بمنطقة صوالحية، وفرنا كل ما يحتاجه المواطن، إضافة إلى المنشآت المدرسية التي ستخصص، وكذلك النقل على مستوى هذه المنطقة حيث ستخصص المؤسسة الولائية حافلتين لضمان النقل الحضاري بين مدينة صوالحية ومدينة عين مليلة. هذا وقد استبشر المستفيدون خيرا بعد ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية عمومية إيجارية بمنطقة صوالحية في عين مليلة، وذلك من أجل تحسين إطارهم المعيشي.